نعود إلى القرآن، وخير ما يفسر به القرآن هو ماذا؟ القرآن. القرآن خير ما يفسر نفسه. نقرأ في سورة الأعراف: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، انتبهوا، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. الزوج هنا ذكر أو أنثى؟ ذكر. واضح، قضية واحدة. آية الأعراف هي آية النساء ذاتها، ما في فرق يا جماعة. لا أعرف كيف غفل المفسرون عن تقاط هذه الإشارة القرآنية. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. قال هنا في الأعراف ليسكن، ليس لتسكن إليه. فقطعا النفس الواحدة في الأول هي ماذا؟ مؤنثة، هي حواء. والزوج مذكر هو آدم، انتبهوا. قال ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت، هو الذي تغشاها، الرجل يتغشى إلى المرة. فلما، وأحسن هذه الكناية، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن شاكرين، إلى آخر الآية وما يليها من آيات كريمات. أصبحت القضية واضحة جدا بفضل الله، واستقامت على صراطها، واستقامت على صراطها. إذن أيها الإخوة، الأرجح في آية النساء أن يراد بالنفس الواحدة هي ماذا؟ حواء. وبالزوج هو آدم. ستقول يعني آدم خلق من حواء؟ جزء منها غير صحية طبعا، أبدا. من قال هذا؟ تعرفون لماذا؟ لأن القار في أذهاننا جميعا أيها الإخوة أن واحدا منهما ابتدأ خلقه من الآخر، ولا غير صحيح، قضية غير صحيحة. الله يقول وبدأ خلق الإنسان من طين، كما خلق آدم من طين خلقت هي من طين. ستقولون فما موضع من هنا إذن؟ خلق منها. أها، هذه ليست للتبعيض. في لغة العرب قد تكون من نشوئية ابتدائية، وقد تكون تبعيضية، وقد تكون بيانية، وقد تكون إلى غير ذلك، تكون عفوا لغير ذلك. أما هنا فمن ليست تبعيضية، فقط على الرواية إيه؟ وعلى رأي من يرى أن حواء خلقت من ضلع آدم. إذن خلقت من جزء من أجزاء آدم، من آدم، يقولون من هنا تبعيضية. ما يصح هذا، هذا ضعيف جدا جدا. سنقول لماذا أيضا وسننور المقام. إذن إذا كانت غير تبعيضية، للأسف بين قوسين من الأئمة المعاصرين الذين نحترمهم ونجلهم ونتنور بآرائهم، الشيخ الهادي بن عاشور رجح هذا الرأي، طبعا مع سائر الجمهور وليس وحده، سائر جماهير المفسرين خاصة من السنة أيها الإخوة، قال من هنا تبعيضية. وهذا طبعا يتأيد قال بما ورد في الحديث أن الله تبارك وتعالى خلق إيه؟ خلق المرأة من ضلع. يريد الشيخ العلامة بن عاشور رحمه الله عليه الإمام أنها خلقت من ضلع آدم. هذا لم يصرح به لا في البخاري ولا في مسلم، إنما صرح به في روايات كما قلنا عن السدي والضحاك ومقاتل ومجاهد عند ابن أبي حاتم وغيره، عند ابن أبي حاتم وغيره لم يصرح به أيها الإخوة، وعند ابن إسحاق كما قلنا في المبتدأ. قال الشيخ ابن عاشور يؤيد رأيه الذي هو رأي الجماهير طبعا ليس جديدا، قال أما قول من قال خلق منها زوجها بحيث تكون من للبيان، يعني خلق زوجا من جنسها من نوعها، خلق زوجا لها من نوعها، إيش هي؟ أي نوع؟ نوع إنساني، من نفس النوع الإنساني. يعني لم تكن هذه الزوجة أو الزوج أيها الإخوة تنتمي إلى نوع حيواني آخر أو ملائكي أو شيطاني، إنما من نوع إنساني. قال الشيخ ابن عاشور رحمه الله عليه وقدس الله سره: من قال بهذا لم يأتي بطائر. قلنا لا يا مولانا، بالعكس، الطائر كبير وكبير جدا. الطائر أيها الإخوة أن العرب في الجاهلية العرب في الجاهلية كانوا يعتقدون أن الإناث النساء لسن مخلوقات أيها الإخوة لآلهتهم، إنما هن مخلوقات للشياطين. لذلك طبعا ليس كل العرب الذين كانوا يأيدون، أو بعض من كان يأيد النساء والبنات أيها الإخوة، البنات يعني، بعض هؤلاء كانوا يعتقدون أن البنات مخلوقات أيها الإخوة مدنسات ولسن مخلوقات للآلهة، ولذلك كانوا يأيدون البنات. كثير من الحضارات أيها الإخوة كانت في شك وعماية من شأن الأنثى، وهل روحها شيطانية أو آدمية إنسانية. بعض انقطع بأنها ذات روح شيطانية. الشاعر العربي كأنه يستهدي بهذا الموروث الأسطوري العفوري حين يقول إن النساء شياطين خلقن لنا نعوذ بالله من شر الشياطين. الإمام علي عليه السلام ينسب إليه أنه قال المرأة شر لا بد منها.
المرأة شر لا بد منها، المرأة مدنسة غير مقدسة، المرأة مخلوق حقير. هناك في تاريخ الكنيسة أيها الإخوة المسيحية ظل الشك قرونا متواصلة حتى القرن السادس الميلادي، أيضا عقدت مؤتمرات، عقدت مؤتمران شهيران يبحثون هذه المرأة لها روح أصلا أو ليس لها روح، لأن الشائع أن المرأة كانت إيه بروح حيوانية، وبعضهم قال لا روح لها أصلا. تنازل هؤلاء أيها الإخوة المليون وقالوا يبدو أن لها روحا لكنها دون روح الرجل، وهي مخلوقة لخدمته لتكون ذنبا ذيلا له، هو الرأس وهي البدن، هو السيد وهي العبد. هذا اسمه النموذج الاستتباعي، نموذج خطير جدا جدا، وحين تقول لي أنها فعلا جزء منه، إذن هذا يكرس ماذا؟ النموذج الاستتباعي ليسيء إلى ملف حقوق المرأة بالكامل بعد ذلك بالكامل، سيؤثر عليه شئت أم أبيت. هذا نموذج، هذا نموذج. إذن أيها الإخوة، خلق منها زوجها، جعل منها زوجها، ليس المراد البتة، ولا يخطر هذا على بال من يعرف فعلا قراءة القرآن موضوعيا، يعني أن تكون من تبعيضية على أنه استل جزءا منها فأنشأه خلقا آخر، أبدا، إنما من بيانية، يعني أبدع من جنسها من نوعها زوجا لها. فهذا الطائل الذي لم يجده الشيخ الإمام العاشور، هذا هو الطائل، ولا زال هذا الطائل يلح بتقريره أيها الإخوة وتسليحه إلى اليوم، محتاجون إليه. قضية ثانية، الإمام المفسر أبو مسلم بن بحر الأصفهاني، وهو أحد أئمة المعتزلة، صاحب الرأي الشهير في إنكار النسخ القرآن الكريم، إمام جريء كان، وكان متفتحا جدا، له رأي تفرد به من بين سائر المفسرين في زمنه، قال من هنا بيانية كما نقول نحن اليوم بفضل الله، وتعني أن الله خلق لآدم، هو فسر النفس الواحدة لآدم والزوج بحواء، وهذا ليس إيه؟ ليس ظاهرا ولا يلتئم بآية الأعراف، انتبهوا هذا لم يلتفت إليه، وهو القوي بحمد الله تبارك وتعالى، لكن لا بأس. قال بمعنى إيه؟ أن الله خلق لها من نوعها زوجا تأنس به. لماذا؟ لأن السنخية أيها الإخوة، أن يكون نفس النوع، أن يكون الجنسان ينتمي إلى نوع واحد، هي أدعى إلى المؤالفة والتضام لتسكنوا إليها. الله يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لابد من هذه من تقرير هذه الحقيقة. وطبعا هذه الحقيقة أيها الإخوة موجودة في سائر الأنواع، في كل الأنواع، إنما تكون الأنثى إيه؟ من نوع الذكر، من نفس النوع، نفس النوع، وهذا معروف ومقرر، لأن هذا أدعى إلى التآلف والتساكن والملابسة والتضام كما قال العلماء والمفسرون. قال أبو مسلم الأصفهاني رحمة الله عليه، وفي مساق هذه الآية، انتبهوا ما أذكى قوله تبارك وتعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، انتبهوا، وزوجتي ليست مخلوقا مني، ليست مخلوقة مني، ليست نضعا مني، ما ينطبق على آدم وحواء ينطبق علينا نفس الشيء، انتبهوا. الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يعني كيف خلق زوجتي مني؟ يعني استلها مني؟ مستحيل. خلق لكم، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، كما في سورة الشورى أيضا، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بمعنى خلقهن من نفس النوع للتجانس والمماثلة، نفس الشيء. قال الشيخ الإمام المفسر اللوذعي محمد عبد مفتي مصر في وقته رحمه الله عليه رحمة واسعة، وهو يؤيد هذا الرأي، يؤيد هذا الرأي تماما، وأضال النفس بطريقة عبقرية في تأييده. ليس المراد أن الله خلق آدم من حواء، قال مستحيل، وإنما المراد من نوعها. قال الشيخ الإمام، قال فمن فسر آية النساء بالمعنى الذي ذهب إليه جمهرة المفسرين فقد أخرج الآية عن ماذا؟ أخرج الآية عن سبيل مثيلاتها ونظائرها بغير حجة. أين الحجة؟ ليس عندكم حجة، القرآن مملوء من هذا، هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم. كيف رسول الله مني؟ يعني مخلوق؟ يعني منها كان رسول؟ أبدا، نحن عرب وهو عرب، نحن بشر أيضا وهو إيه؟ بشر. المراد هنا إيش؟ من الأمة الأمية، من العرب، من العرب. ولذلك ذهب القفار رحمة الله تعالى، أبو بكر القفار الشاشي الكبير علامة الشافعية في وراء النار، والمفسر أيضا الشيخ له آراء
عظيمة في التفسير قال من نفس واحدة وخلق منها زوجها قال هي قصي بن كلاب والمراد قريش والمراد قريش والخطاب لقريش رأي يرى لكن لا عموم هي الآية ظاهر الآية هو أبعد من هذا أبعد من هذا نعود مرة أخرى لنقول أيها الأخوة إذن ليس في القرآن آية واحدة ولا شطر آية يمكن أن يتعلق به من ذهب إلى أن حواء مستل من آدم إنما خلقت خلقا مستقلا وبدأ خلق الإنسان من طين كما خلق آدم من حسن الحظ أن إخوتنا الشيعة الإمامية في تفاسيرهم متعاطفون جدا قديما وحديثا مع هذا الرأي ولم يأخذوا قط برأي أن حواء جزء إيه؟ من آدم جزء متعض من آدم أبدا في كتاب الخصال للشيخ الصدوق قال صلى الله عليه وسلم أخذ الله تبارك وتعالى قبضة من طين الأرض فعجنها خلقها يعني فعجنها فخلق منها آدم ومن فضلتها وبقيتها خلق الله حواء ذكر هذا مع الشيخ الإمام ابن عاشور طبعا منكرا له أن بعض العلماء قالوا إن الله خلق آدم بحيالها برأسها يعني على حدة من فضلة أو بقية طينة آدم هذا مروي عن أهل البيت في تفسير الإمامية ويروى أيضا عن إمام محمد الباقر عليه السلام أبو جعفر الصادق طبعا أنه حدث قال حدثني أو أخبرني أبي عن آبائه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم خلق الله تبارك وتعالى طينة آدم بيمينه وكلتا يديه يمين وهذا وارد في حديث السنة طبعا هذا ليس كمثله شيء انتبه إذا ورد يمين الرحمن فلا تتصور أن له يسار استغفر الله العظيم مباشرة تقع إيه؟ في التشبيهية لماذا؟ لأنه إذا إيه؟ يمين تقابله يسار إذن هو إيه؟ متحيز محكوم بالجهاد وبالنسب انتبه النبي يحب أن يفهمنا أن الله أيها الإخوة لا يدرك بالقياس ولا يقاس بالناس ليس كمثله شيء فما أعظم هذا الاحتراز يسمى في البلاغة بالاحتراز قال بيمينه وكلتا يديه يمين فلك أن تتصور عادي مخلوق من مخلوقات كلتا يديه يمين مستحيل ولا أكبر فيزيائي عادي يستطيع أن تصور هذا إلا بالتجريد الرياضياتي وهذا ممكن التصور بغير هيك مستحيل وكلتا يديه يمين إلى أن قال وخلق من بقيته أي من فضلة آدم حواء فهي مخلوقة من طينة آدم مما بقي منها من طينة واحدة على كل حال ظاهر الآية عجيب كما قلنا ويحتاج إلى إعادة بحث مطول آية الأعراف وآية النساء سطر النساء أول آية استهلالية استفتاحية فإن أصررنا على أن المراد أيها الإخوة النشأة التكوينية أو البداية النشوئية يعني آدم وحواء فالقضية خطيرة كأنها تقول لنا البداية كانت مع حواء وليست مع آدم لكن لماذا خص القرآن آدم بالذكر وأخبر الملائكة عن شأنه لأن لله شأنا به وشأنا معه وهو الاستخلاف والمخاطرة بالاستخلاف أيها الإخوة وإزياد الملائكة له إلى آخره انتبهوا فالقضية خطيرة تحتاج إلى إعادة النظر هناك بعض النظريات العلمية أيضا بالعكس بعض الواقع يؤكد هذا أيها الإخوة أن الأنثى أملك بنفسها وأكثر استقلالا من الذكر حتى كأنها هي البداية لماذا قطع القدرة هذا في في قاع وفي حاق الوجود أيها الإخوة والواقع إشارة إلى هذا المعنى يحتاج إلى بحث طبعا هذا ليس قطعا إيه؟ بدليل وما يعرف بالبارثونوكينيسيس أو بالتوارد البكري أيها الإخوة هناك كائنات دنيا من ضمنها النحل الأنثى تلقح نفسها بنفسها ولا تحتاج إلى ذكر وتستطيع أن تأتي بمجموعة ستس يعني هي مجموعات من البطون من غير ذكر فهي أملك بنفسها وأكثر استقلالا ظاهر آية الأعراف وظاهر آية النساء الاستهلالية إن أصررنا على أن تتحدث عن البداية النشوئية أن البداية كانت مع الأنثى ثم خلق الذكر من جنسها من نوعها وهو آدم انتبهوا تقول هذا بشكل واضح وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها اقرأوا هي الآية في سورة الأعراف سؤال هذا يبقى مفتوحا على جواب أيها الإخوة ليس حاضرا وإنما يستدعي التحفيز والتوثب والعصف حتى العلم والفكري والجدل السجاني.